هذا ما تبقى من بيتهم بعد حرب ضروس حولت الكثير من منازل الفلوجة إلى أطلال. وحيث لا حديث هنا عن إعادة الإعمار أو صرف التعويضات لأسرة أم عمر، فإنها وأبنائها قرروا العودة والعيش في نصف بيت بعد 3 سنوات من النزوح. عادت أم عمر لتعيش مع أفراد عائلتها 30 داخل غرفة واحدة لتتجسد فيهم مأساة الفلوجة ومعاناة أهلها. والله العظيم العلاج ما أقدر عليه، وأنا عندي شرايين مسددة وعندي قلب وعندي حتى لما بربي غادة 4 ملايين تأسوي الشرايين ما عندي تعال. قلت الولدي أبا ذبونه ولا أدخلت منين يجيبون، وهسه هذول سقطات 2 لا علاج عندنا، والله هذا سقط على العربانة ما نقدر نجيب العلاج. وأمام تفاقم معاناتهم جراء انعدام المساعدات الحكومية، لم يجد الابن الأكبر لأم عمر غير العمل في بيع وقود الغاز للمنازل ليجني دينارات قليلة. قالت أمه إنها لا تكفي تكاليف العلاج، بينما يشكو هو إهمالا حكوميا فيما يتعلق بإعادة إعمار بيتهم المهدم وتقديم التعويضات اللازمة له ولأسرته، لا سيما أن بعضهم يعاني إعاقة جسدية. والله هذول 2 سقطاء ما عندي أعينهم، 2 علاجات ما عندي أجيب لهم علاج. هذه صغيرة الحذاء ماله ب 7000، دبرت 7000 جبت الحذاء ماله، وانا اشتغل بالغاز. يعني شو الغاز شنو؟ الله 20 في اليوميه ما يبقى بفايده. ويعني شوف حالتكم انتم، شوفوا بعينكم انتم حاله ماتنا شلونها. عائله ام عمر ومأساتها تمثل في راي مراقبين جرس انذار ضد ظلم متجذر في المجتمع العراقي تمارسه الاحزاب الحاكمه منذ الغزو الامريكي للعراق عام 2003. لا تبالي إلا بمصالحها السياسية الضيقة، ولا تلتفت إلى أن ظروفا مشابهة لما يجري حاليا في الفلوجة وغيرها من المدن العراقية كانت سببا في سنوات من العنف وانعدام الأمان في بلاد الرافدين.